هذه السيارة ليست هنا لأجل إصلاح عطب تقني أو ميكانيكي، وإنما لتجهيزها بكاميرا للمراقبة. في حال التوقف أو السير يريد مالك السيارة التوفر على حماية دائمة ومعرفة ما يجري بمحيط العربة. أكثرية دابا بعض المرات شي واحد كيتشفر ولا شي حاجة ما كيلقاش عنده ولا دليل ولا حتى شي حاجة، ولا شكون اللي دار ليه هذا الشيء، ولا مثلا كطرى شي أكسيدون ولا شي حاجة الله يحفظ، ما كيلقاش باش يدافع على راسه. دابا لي كاميرا بحال هي معاك واحد كيدافع عليك. للأفراد والشركات صارت الكاميرا أحد التجهيزات الضرورية بالسيارات والشاحنات، تطور تقني يمكن من التوفر على تسجيل متواصل لحركة السير أو في حال توقف السيارة، ويتم العودة إليه كإثبات في حالة الطوارئ. كي تيوقعوا مشاكل في الطريق كاين اللي تيجي كينقلب النية العربية باش نسمع، كينقلب النية بعض المرات في مواقف، وإلا ما كانش عندك بحال الكاميرا ديال بلي تتحميك وتتبين ليك سان فغي تيمون نيميريك شنو اللي وقع، مالوغوزمون تتولي في ازمات الكبيره، تتولي في مشاكل في المحكمه، تولي في مشاكل في بزاف ديال مشاكل. هادشي من ناحيه السياقه بانو. ميتنون من ناحيه كاين اللي تيشري الطوموبيل ديالو، وهادشي عندنا زوينه بزاف، تيشري الطوموبيل ديالهم جداد وكاين مشاكل في الكراج ديالهم، ولا ما فهمت شويه ديال الحسد مع الجيران، كاين المهم هي طرائف وبزاف تيوقعوا الزبان ديالنا. عندك واحد السيليسيور الكاميرا اللي تيبقاو تيسجلوا خمتى تكون واقفه الطوموبيل، وتتعلمك ا ديستونس انت في دارك اي حاجه وقعت لك تتعلمك، تصيفط لك ميساج في التليفون ديالك سميتو، وتتشوف غاردي كاع لي فيديو كلهم في الكلاود ديالك. يعني التقنيات وتجديد تتكون كل مره تيكونوا تجديدات في هاد الكاميرات. وتعتبر الكاميرات المثبتة داخل السيارات بمثابة إثبات في حالة وقوع حوادث سير، شرط أن تكون مقرونة بأحد عناصر الإثبات المحددة قانونا. نتكلموا على أن بالنسبة للصبغة القانونية فالقانون فمثلا الحادثة كتكون من شقين، كاين مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية، فاحنا غادي نتكلموا على المسؤولية المدنية. فالكاميرا كوسيلة من وسائل الإثبات وحدها لا تعتبر كافية، لأن لابد أنها تكون مقرونة بوسيلة أخرى من وسائل الإثبات اللي قرر المشرع، واللي يمكن نحدوها في ثلاث وسائل الإثبات، إما شهادة الشهود أو الإقرار أو الدليل الكتابي. يعتد بالدليل ديال الكاميرا إذا كانت مقرونة بوسيلة من وسائل الإثبات اللي تم ذكرها. ويعمل كثير من أصحاب السيارات على تجهيز عرباتهم بكاميرات للمراقبة لاستخدام ما تقوم بتسجيله لإثبات حوادث أو نفيها، كما مكن التطور الحاصل في هذه التقنية من لعب أدوار على مستوى سلامة السائق كالتنبيه في حال استشعار التعب أو النوم.